هاي الزيارة طبعا هي ليست زيارة بروتوكولية أولا، هي زيارة للوقوف على احتياجات المحافظة، وإن كان طبعا في جعبته الكثير من المشاريع التي لامست معظم القطاعات في المحافظة، ولكن أنتم بتعرفوا محافظة الكرم محافظة يعني تعرضت للحصار وللتدمير، وخاصة تدمير البنى التحتية في داخل مخيماتنا. فمحافظة عدا ذلك الحصار الاقتصادي اللي تعرضت محافظة الكرم، محافظة الكرم الآن بأمس الحاجة لمد يد العون إلها ومساعدتها، حتى بالفعل نستطيع أنه يكون في نوع من حالة الانتعاش خاصة في الحركة التجارية والحياة والبنية التحتية على الأرض. يعني الصناديق العربية يعني اللي لاحظنا من خلالها هي تمارس يعني لها دور وبصمة مهمة جدا في عملية التنمية وفي عملية انتعاش الحياة الاقتصادية في فلسطين، واحنا اللي بنعول على دورها المهم والفعال في محافظة الكرم من خلال مشاركاتها. واليوم اللي طبعا الحمد يعني مشكورا للأخ معالي الوزير اللي بالفعل قدم طبعا يعني كان في جعبته العديد من المشاريع التي طبعا ذكرها أمام كل الموجودين، والآن احنا حابين نتحدث بشكل يعني مباشر جميع المؤسسات اليوم عن الاحتياجات الضرورية والأولويات اللي ممكن بالفعل الآن نلمسها في محافظة الكرم، حتى إن يعني إن شاء الله نأمل يعني إنه تتعافى المحافظة ويعني والعجلة الحياة تدور فيها يعني بشكل أفضل وبوتيرة أفضل وبطريقة يعني إن شاء الله أصح. الهدف من زيارة محافظة طول كرم اليوم بهدف الإعلان عن المشاريع اللي تم تخصيصها لصالح الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المخيمات، وهي يعني هاي مساهمة في بهدف تعزيز مقومات الصمود والبقاء، لأنه معروف أنه محافظة طول كرم بتخضع لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال. كل يوم بنسمع عن اجتياحات، عن تدمير منازل، تدمير البنية التحتية. تخصيص هاي المشاريع اللي هي جاءت من أشقائنا العرب هي من أجل اللي هو تأمين مقومات الصمود والبقاء وتخفيف الأعباء عن شعبنا. وأيضا في هدف آخر للزيارة اللي هو عمل جولات ميدانية للتعرف على الاحتياجات عن قرب، وأيضا اللي هو للتعرف على احتياجات المجالس القروية والبلدية واللجان الشعبية من احتياجات مستقبلية ممكن اللي هو تخصيصها في القريب العاجل.